خدا خم چند رس؟ وری ابراز، وری ابراز. خش کنار. بسم الله صلوات و سلام خدا خزانه کتیل آتیا. زور باشه. قربان دکتر و آوت بکریا زور. خود ما مستع شیخ. بیست عادی نکردیم. هذا شو اسمه ناجي؟ سارة. اختي سارة يقول صار صدمة قوية ما يقدر يحكي ما يقدر ابد يحكي نهائيا. ودينا للطبيب والشيخ لحد الان ماكو علاج ماكو صوت ابد ما يحكي. هسه نتكلم وياه هسه باذن الله تعالى ومعجزة القران يطيب. اليوم 15/8/2016 يوم الاثنين ان شاء الله بنتي يطيب ان شاء الله. خوش ويستان اخوش كم زمانين يا زور زحمه تبا خداي نازم تازه هاتي نازم ساده ديال شانابي بس ام يقين مي بخوي يقول شابتو عندي يقين بالله سوزيلو خايده بس خوا شاف يا مزني ما داولي لك ماكو سم شابتو باذن پروردگار ان شاء الله تعالى ناو تشيا سعودنيا قربان احفظ دفتر بيجيك برتو سربر كما ترسي بس سنوكا اه قدام قدني هيك ماكو صوت دكتور كيري بيس فانا شيخ بيس فانا شيخ ودكتور هم نسال بس شفار دزوان نسال مجنيا استاذ ساده ان شاء الله قربان بشلون بيجيك برتو سربر كا ناي سارة اخويا جان ملائكه دي بارني اخواري انزل ملائكه الرحمه باذنك ايش في هذا اخذنا ساره سارة يا او سوزي لو قايده ما سوزدا لا تايم بفراش بي فراش سوزدا هذا اخوان يا ربي اخوان سوزي بفهم اخوان شفاي لو كتب ناي سارة يا خلش كلا يعيشوا بالكلام هسه يطيب ان شاء الله سوزي بو اخوان يقولها الله اكبر سبحان ربي الاعلى وبحمده سبحان ربي الاعلى وبحمده سبحان ربي الاعلى وبحمده سبوع قدوس رب الملائكه والروح سند وجه الذي خلق وشق السماء وبصر بحوله وقدرته وحضارته احسن خالقه الله اكبر أقولان ثاني سوزي بيه ثاني سوزي نبي سوزي ناوي هذا زاه هذا ديوي خش كذا زمان بكوا ناوي تيا خاكي شندري صوتنيا دست هاريكا أبد نيا سارة هسا سارة ولا رجال ولا سارة رجال قولان لبسوا بيجي نكو بركوا دوت كو سارة رجال وننزل من القرآن ما وشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون افتح بإذن الله تعالى يا أيها اللسان أي زمان بكروا وإذا مرضت فهو يشفيني وإذا مرضت فهو يشفيني مش كم دنك تبرسك بري يا الله الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله ما تشريك تخرج مو اللهم صل على محمد وال محمد خوش يستان اوج معزي قراي في ولا ما قدي قال بلا ناو تصير دنك برسكا ساره خان دنك ديز نبو دكتور زور الشيخ زور ثاني بو قربان تدري تونا شيخ سليم ما قدر دنك برسكا خوش حالي بالعربي شيخ يقول اني فرحان كلش خزان الدكتور كل بيس هذا يسمع دينك خوش يستان متساي خوتان ديتان اما قرانه كاكا بيدر من بيحب راجعت الاطباء وما ماكو نتيجه وراح للطبيب قرات ايش كان كيف عاد قال صار ورم بالله شوف باذن الله ومعجزه القران قال ما شفنا نتيجه بالطبيب والشيخ الشيخ كلهم على راس الطبيب على راسي ولكن قران شفاء معجزه قال تعالى في كتابه الكريم يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين يا ربي اخويا مبارك كان بي خش كم نقد بنك بري اشهد ان لا اله واشهد ان محمد رسول الله صح اشهد ان لا اله الا الله وهذا هو معجزه ناوتيا خلك شنري دل خوشا دعا ملوكا سارة فرم روجو ريبا بيكو بسيما نقل قادر جل سارة هذا مستشفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم